مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي، في درس جديد من دروس العلوم، حل أسئلة وتدريبات إثرائية. ويتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الفيديو أن تكون قادرا على الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح. بسم الله، نبدأ بورقة العمل الإثرائية الأولى. السؤال الأول: ما الأداة التي تستخدم لقياس درجة الحرارة؟ هل هي الحرارة أم درجة الحرارة أم مقياس الحرارة أم كمية الحرارة؟ إنها مقياس الحرارة. ثانياً: أي المناطق التالية درجة الحرارة بها 40 درجة مئوية؟ هل هي الصحراء أم جبال الهيمالاي أم القارة القطبية الشمالية أم الغابة الاستوائية المطيرة؟ إنها الصحراء. ثالثاً: كم تبلغ درجة حرارة غليان الماء؟ هل هي 0 درجة مئوية أم 32 درجة مئوية أم 100 درجة مئوية أم 212 درجة مئوية؟ إنها 100 درجة مئوية. رابعاً: ما متوسط درجة الحرارة للقياسات التالية 25، 20، 15 درجة مئوية؟ لإيجاد متوسط درجة الحرارة نقوم بجمع هذه القياسات ومن ثم نقوم بقسمتها على عددها فتكون الإجابة هي 20 درجة مئوية. ثانياً: ارسم ارتفاع السائل داخل الترموميتر وفقاً لدرجات الحرارة التالية: ناقص 10 درجات مئوية و 80 درجة مئوية. نقوم بتلوين مقياس الحرارة لين ناقص 10 درجة مئوية ولين 80 درجة مئوية. ب: تنقسم مقاييس الحرارة إلى عدة أنواع، اذكر نوع واحد من أنواع مقاييس الحرارة. لمقاييس الحرارة عدة أنواع، منها مقياس الحرارة الشريطي ومقياس الحرارة السائلي. ج: ما وحدة المستخدمة في قياس درجة الحرارة؟ هي الدرجة المئوية. وما درجة غليان الماء؟ هي 100 درجة مئوية. ورقة العمل الإثرائية الثانية: أولاً، أي مما يلي هو الرقم الذي يعبر عن مقدار سخونة الجسم أو برودته؟ هل هي الحرارة أم درجة الحرارة أم مقياس الحرارة أم كمية الحرارة؟ أحسنتم، إنها درجة الحرارة. ثانياً، في الصورة المجاورة طفل يقيس درجة حرارة جسمه، كم يمكن أن تكون لو كان سليماً؟ 0 درجة مئوية، 37 درجة مئوية، أم 100 درجة مئوية أم 212 درجة مئوية؟ إنها 37 درجة مئوية. ثالثاً، ما هو الاسم الشائع لمقياس الحرارة؟ هل هو النانوميتر أم الثيرموميتر أم سهم الدوار أم الميزان النابضي؟ إنه الثيرموميتر. ثانياً، أعين على مقياس درجة الحرارة درجات الحرارة التي تناسب كل مكان مما يأتي: درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعية، الثلاجة، مجمد الثلاجة، ومتوسط درجة الحرارة في دولة قطر في شهر يوليو. ونبدأ أولاً بمقياس الحرارة الأول، وهو 47 درجة مئوية، وهذا يمثل متوسط درجة الحرارة في دولة قطر. درجة الحرارة الثانية وهي 37 درجة مئوية، وتمثل درجة حرارة الإنسان الطبيعية. أما المقياس الثالث فهو 5 درجات مئوية ويناسب الثلاجة. أما درجة الحرارة الرابعة فهي ناقص 5 درجات مئوية وتمثل مجمد الثلاجة.
ورقة العمل الثالثة: أولاً، ماذا سيحدث في مجمد الثلاجة إذا ارتفعت درجة الحرارة عن الصفر المئوي؟ لن يحدث شيء؟ سيبدأ الجليد بالانصهار؟ أم يتشكل المزيد من الجليد؟ أم سيبقى الطعام مجمداً؟ سيبدأ الجليد بالانصهار. ثانياً، أي مما يلي درجة حرارة تجمد الماء؟ هل هي 0 درجة مئوية؟ أم 50 درجة مئوية؟ أم 100 درجة مئوية؟ أم 150 درجة مئوية؟ إنها 0 درجة مئوية. ثالثاً، ماذا يحدث لكوب من الشاي عند تركه في الغرفة؟ ترتفع درجة حرارته، تقل درجة حرارته، لا تتغير درجة الحرارة، يصبح له نفس درجة حرارة الغرفة. لنفكر قليلاً. أحسنتم، يصبح له نفس درجة حرارة الغرفة. ثانياً، ادرس الرسم البياني الذي يمثل درجات حرارة دولة قطر خلال أيام الأسبوع. أي أيام الأسبوع كانت درجة الحرارة هي الأعلى؟ لنتأمل الرسم البياني. أحسنتم، إنه يومي الأحد والخميس. وأي أيام الأسبوع كانت درجة الحرارة هي الأقل؟ إنه يوم الثلاثاء. وأي أيام الأسبوع كانت درجة الحرارة هي 26 درجة مئوية؟ أحسنتم، إنه يوم الأربعاء. ثالثاً، احسب متوسط درجة الحرارة لكل من درجات الحرارة الآتية. لإيجاد متوسط درجة الحرارة نقوم بجمع هذه القياسات مع بعضها البعض، ومن ثم نقوم بقسمتها على عددها، فتكون الإجابة 24 تقسيم 4 وتساوي 6 درجات مئوية. ورقة العمل الرابعة: أولاً، ما المقصود بالمواد التي تسمح بمرور الحرارة من خلالها بسهولة؟ هل نسميها بمقياس الحرارة؟ أم درجة الحرارة؟ أم العازل الحراري؟ أم الموصل الحراري؟ أحسنتم، إنها الموصل الحراري. ثانياً، ما المقصود بالمواد التي لا تسمح بمرور الحرارة من خلالها بسهولة؟ هل هي مقياس الحرارة؟ أم درجة الحرارة؟ أم العازل الحراري؟ أم الموصل الحراري؟ إنه العازل الحراري. ثالثاً، أي من هذه المواد موصلة للحرارة؟ هل هو المعدن؟ أم الخشب؟ أم القماش؟ أم البلاستيك؟ أحسنتم، إنه المعدن. ثانياً، قارن بين المواد الموصلة والعازلة للحرارة من حيث التعريف. فالمواد الموصلة للحرارة هي مواد تسمح بانتقال الحرارة من خلالها، أما المواد العازلة للحرارة فهي مواد لا تسمح بانتقال الحرارة من خلالها. ثالثاً، صنف المواد التالية إلى مواد عازلة وموصلة للحرارة. من المواد الموصلة للحرارة هي إناء طهي الألمنيوم والحديد والملعقة المعدنية. أما من المواد العازلة للحرارة فهناك مقبض الخشبي والمسطرة البلاستيكية والمعطف الصوفي. ورقة العمل الإثرائية الخامسة: أولاً، أي العبارات التالية تصف مصدر الصوت المنخفض؟ هل هي يهتز بشكل أبطأ، أم يهتز أسرع، أم له شدة اهتزاز أصغر، أم له شدة اهتزاز أكبر؟ لنفكر قليلاً. أحسنتم، له شدة اهتزاز أصغر. ثانياً، أي من هذه العبارات غير صحيحة؟ يتحرك الجسم عندما يهتز؟ أم عندما يهتز الجسم يصدر صوتاً؟ أم عندما يهتز الجسم يبقى هادئاً؟ أم تشبه الاهتزازات الحركات السريعة جداً؟ أحسنتم، عندما يهتز الجسم يبقى هادئاً. ثالثاً، ما المسافة التي يمكن سماع صوت المنبه منها بصوت أعلى؟
هل هي 2 متر، 5 متر، 7 متر، 10 متر؟ إنها 2 متر. ثانياً، لاحظ الشكل المجاور للشوكة الرنانة، ثم أجب عن الأسئلة التالية: ماذا يحدث للهواء المحيط بالشوكة الرنانة عندما تهتز؟ لنفكر قليلاً. أحسنتم، يهتز الهواء المحيط بالشوكة الرنانة. ب: ماذا يحدث كلما ابتعدنا عن مصدر الصوت الأصلي؟ تقل شدة الاهتزازات ويصبح الصوت أكثر خفوتاً. الورقة الإثرائية السادسة: بماذا يسمى علو الصوت أو انخفاضه؟ هل نسمى بالاهتزاز أم شدة الاهتزاز أم نوع الصوت أم شدة الصوت؟ أحسنتم، يسمى بشدة الصوت. ثانياً، أي من الآتي يشكل مصدراً لصوت عالي؟ هل هو العصفور أم الطائرة أم أوراق الأشجار؟ أحسنتم، إنها الطائرة. ثالثاً، ماذا ينتج عندما تزداد شدة اهتزاز الشوكة الرنانة؟ هل ينتج صوتاً منخفضاً أم صوتاً عالياً أم صوتاً حاداً أم صوتاً غليظاً؟ أحسنتم، ينتج صوتاً عالياً. ثانياً، في الجدول التالي قارن بين شدة الاهتزاز وشدة الصوت حسب تأثير قوة طرق الشوكة الرنانة. فعند طرق الشوكة الرنانة بشكل خفيف تكون شدة الاهتزاز صخيرة، بينما شدة الصوت تكون منخفضة. أما عند طرق الشوكة الرنانة بشكل شديد فتكون شدة الاهتزاز كبيرة، أما شدة الصوت فتكون عالية. ورقة العمل الإثرائية السابعة: أولاً، فسر كيف يمكن لعزف الطبل أن يجعل درجة صوت طبله حاداً أكثر؟ هل من خلال القرع بشدة بعصا الطبل، أم القرع برفق بعصا الطبل، أم جعل غشاء الطبل مشدوداً، أم جعل غشاء الطبل مرتخياً؟ أحسنتم، وذلك بجعل غشاء الطبل مشدوداً. ثانياً، ما المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارة التالية: مدى علو الصوت وانخفاضه؟ هل نعني بها الاهتزازات أم شدة الصوت أم درجة الصوت أم انعكاس الصوت؟ أحسنتم، إنها شدة الصوت. ثالثاً، ما المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارة التالية: مدى حدة الصوت أو غلظته؟ هل نعني بها الاهتزازات أم شدة الصوت أم درجة الصوت أم انعكاس الصوت؟ أحسنتم، إنها درجة الصوت. ثانياً، اكتب المصطلح العلمي للعبارة التالية: فضاء لا يحتوي على جسيمات. أحسنتم، إنه الفراغ. ب: حدد درجة الصوت. الصورة الأولى تمثل رجل وصوته غليظ، أما الصورة الثانية تمثل طفل وصوته حاد. جيم: أي العبوات الزجاجية تصدر صوتا غليظا أكثر؟ هل هي رقم 1 أم 2 أم 3 أم 4؟ أحسنتم، إنها رقم 4. ولماذا؟ وذلك بسبب طول عمود الهواء. ورقة العمل الإثرائية الثامنة: أولاً، ما سبب صدور الصوت عند الإنسان؟ هل هو اهتزاز الفم أم اهتزاز البلعوم أم اهتزاز الحنجرة أم اهتزاز الأحبال الصوتية؟ إنها اهتزاز الأحبال الصوتية. ثانياً، أصنف الصوت الذي يصدره الشخص عندما يصفر ليجذب انتباه شخص آخر هو صوت عالي وغليظ أم منخفض وحاد أم عالي وحاد أم منخفض وغليظ؟ أحسنتم، إنه عالي وحاد.
ثالثا، أي المواد التالية، الغاز أم الماء أم الخشب أم الحديد، التي تكون سرعة الصوت خلالها أسرع من البقية؟ هل هو الماء أم الغاز أم الحديد أم الخشب؟ أحسنتم، إنه الحديد. ثانيا، من صندوق الكلمات التالي اختر الكلمة المناسبة لتكون جملة صحيحة. يصدر الصوت عند اهتزاز شيء ما. ثانيا، يمكننا إصدار صوت حاد من أوتار الجيتار القصيرة. ثالثا، كلما كان غشاء الطبل مرتخي كان الصوت غليظا. رابعا، يمكن للصوت أن ينتقل في الوسط المادي لأنه يحتوي على جسيمات. الورقة الإطرائية التاسعة. أولا، ما المقصود بالفراغ؟ هل هو ناقوس زجاجي فارغ؟ أم فضاء لا يحتوي على جسيمات؟ أم فضاء يحتوي على جسيمات هواء؟ أم فضاء يحتوي على خليط من الغازات؟ إنه فضاء لا يحتوي على جسيمات. ثانيا، بما تفسر صناعة واقيات الأذن من الإسفنج الرغوي؟ هل لأنه قليل التكلفة أم المنظر الجميل أم يعكس الصوت أم لأنه يمتص الصوت؟ أحسنتم، لأنه يمتص الصوت. ثالثا، ماذا يحدث عندما يعود الهواء تدريجيا إلى الفراغ في الناقوس؟ هل يعلو صوت المنبه أم يصبح صوت المنبه أكثر خفوتا؟ أم يعلو صوت المنبه ثم يخفت؟ أم يبقى المنبه على شدة الصوت نفسها؟ أحسنتم، يعلو صوت المنبه تدريجيا. ثانيا، تم وضع ساعة منبه داخل ناقوس زجاجي ثم تم تفريغ الناقوس تدريجيا من الهواء، ماذا سيحدث لصوت المنبه؟ لنفكر قليلا. أحسنتم، سينخفض صوت المنبه تدريجيا ثم يخفت. الورقة الإطرائية العاشرة. أولا، ما الجزء الذي لا يعد من أجزاء الأذن؟ هل هو الدماغ أم السندان أم المطرقة أم القناة السمعية؟ إنه الدماغ. ثانيا، أي مما يلي من أجزاء الأذن الخارجية؟ هل هي القوقعة أم طبلة الأذن أم صوان الأذن أم العصب السمعي؟ أحسنتم، إنه صوان الأذن. ثالثا، أي الأجزاء الآتية توجد في الأذن الوسطى؟ هل هي القوقعة أم السندان أم صوان الأذن أم العصب السمعي؟ أحسنتم، إنه السندان. استعن بصندوق المفردات لتسمية أجزاء الأذن على الصورة التي أمامك. فالرقم 1 يمثل صوان الأذن، أما الرقم 2 فيمثل القناة السمعية، أما الرقم 3 فيمثل طبلة الأذن، أما الرقم 4 فيمثل العظيمات الثلاث، والرقم 5 يمثل القوقعة. الورقة الإطرائية 11. أولا، كيف ينتقل الصوت؟ هل ينتقل في اتجاه واحد أم ينتقل للأمام والخلف أم ينتقل يمينا ويسارا أم ينتقل في جميع الاتجاهات؟ إنه ينتقل في جميع الاتجاهات. ثانيا، ما سبب حدوث الصوت؟ هل هي القوة أم الحركة أم الاهتزاز أم الموجات؟ إنها الاهتزاز. ثالثا، ماذا يحدث عندما يوجه الصوت من خلال مخروط؟ هل تنخفض شدة الصوت ويصبح رفيعا؟ أم تزداد شدة الصوت ويكون غليظا؟ أم تزداد شدة الصوت وتبقى درجته على حالها؟ أم تنخفض شدة الصوت وتبقى درجته على حالها؟ أحسنتم، تزداد شدة الصوت وتبقى درجته على حالها. ثانيا، كيف يختلف مصدر الصوت في فضاء مفتوح عن مصدر الصوت عند توجيهه إلى الداخل المخروط؟
الصوت الموجه يكون اكثر علوا من الصوت نفسه في الفضاء المفتوح، ويحدث هذا لان شده الاهتزاز تدفع الى حيز اصغر وبالتالي تزداد شده الاهتزاز. ورقه العمل 12، اولا اي مما يلي من خصائص موطن المناطق القطبيه، هل هو مناخ شديد الحراره ام مناخ شديد البروده ام مناخ معتدل طوال العام ام مناخ حار صيفا بارد شتاء؟ انه مناخ شديد البروده. ثانيا، اي مما يلي من حيوانات الصحراء، هل هو الفيل ام الجمل ام التمساح ام السنجاب الاحمر؟ انه الجمل. ثالثا، من النباتات التالية تعيش في المناطق القطبية، هل هو الصبار أم الورد أم شجرة النخيل أم الأشنات والحزازيات؟ أحسنتم، إنها الأشنات والحزازيات. ثانيا، أجب عن الأسئلة الآتية. عدد بعض نباتات الصحراء، هناك العديد من النباتات منها نبات الصبار والنخيل. اشرح كيف يتكيف الدب القطبي على العيش في المناطق القطبية، هناك العديد من الخصائص التي تساعد الدب على التكيف، منها وجود الطبقة السميكة من الدهن والفرو الذي يغطي جسمه. صنف الكائنات الحية الآتية إلى موطن الصحراء والمناطق القطبية. فمن الكائنات الحية التي تعيش في موطن الصحراء مثل الضب وثعلب الصحراء والصبار. أما من الكائنات التي تعيش في المناطق القطبية مثل الدب القطبي والأشنات والفقبة الحلقية. ورقة العمل الإثرائية 13، أولا أي مما يلي من الحيوانات التي تعيش في موطن السافانا، هل هي الأسماك أم الزرافة أم طائر الطوقان أم السنجاب الأحمر؟ أحسنتم، إنها الزرافة. ثانيا، أين توجد الأشجار دائمة الخضرة، هل توجد في السافانا أم المناطق القطبية أم الغابات المطيرة أم الغابات المعتدلة؟ أحسنتم، توجد في الغابات المطيرة. ثالثا، أين توجد الأشجار النفطية، هل توجد في السافانا أم المناطق القطبية أم الغابات المطيرة أم الغابات المعتدلة؟ أحسنتم، توجد في الغابات المعتدلة. رابعا، ما الموطن الذي ينتمي إليه هذا الحيوان، هل ينتمي إلى السافانا أم المناطق القطبية أم الغابات المطيرة أم الغابات المعتدلة؟ أحسنتم، ينتمي إلى السافانا. ثانيا، قارن بين المواطن المدرجة في الجدول التالي واملأ الفراغ بما يناسبه من الكلمات الموضوعة في الصندوق. فموطن الصحراء يتميز بأنه حار وجاف طوال العام، ومن الحيوانات التي تعيش فيه مثل الجمل. أما السافانا فيتميز بأنه حار وجاف طوال العام، ويتميز أيضا بأمطاره الموسمية والفيضانات. أما الحيوانات التي تعيش فيه مثل الفيلة والأعشاب والأشجار. موطن الغابات المعتدلة يتميز بصيفه البارد وشتائه المعتدل. أما من الحيوانات التي تعيش فيه مثل السنجاب الأحمر وأشجار البلوط وأشجار الدردار. أما موطن الغابات المطيرة فيتميز بأنه حار ورطب، ويتميز أيضا بأن هناك أمطار غزيرة أو تهطل عليه أمطار غزيرة. ومن الحيوانات التي تعيش فيه مثل طائر الطوقان والنباتات المتسلقة. ثالثا، دعونا نقارن بين المواطن التالية من حيث خصائص النباتات.
فموطن السافانا تتميز النباتات فيه بأنه مناطق عشبية وأشجار قليلة، أما موطن الغابات المعتدلة فيتميز بأن أشجاره نبضية تفقد أوراقها في فصل الخريف، أما موطن الغابات المطيرة فأشجاره دائمة الخضرة. ورقة العمل 14، أولا أي موطن من المواطن الآتية ينتمي الحوت والدلفين؟ هل هو السافانا أم الموطن المياه المالحة أم المنطقة العشبية أم موطن المياه العذبة؟ أحسنتم، إنه موطن المياه المالحة. وأي الحيوانات الآتية تعيش في موطن المياه العذبة؟ هل هي الفيل أم الجمل أم التمساح أم السنجاب الأحمر؟ أحسنتم، إنه التمساح. ثالثا، من النباتات التي تعيش في موطن المياه المالحة، هل هي الأعشاب البحرية أم زهرة اللوتس أم نبات البردي أم الحوذان المائي؟ إنها الأعشاب البحرية. رابعا، ما الموطن الذي ينتمي إليه هذا النبات؟ هل هو السافانا أم المياه العذبة أم المياه المالحة أم الغابات المعتدلة؟ إنها المياه العذبة. ثانيا، صنف الكائنات الحية التالية إلى كائنات تعيش في المواطن البحرية وكائنات تعيش في المياه العذبة. فمن الكائنات الحية التي تعيش في المياه المالحة مثل الدلفين، عجل البحر، قنديل البحر، والمرجان البرتقالي والحوت. أما الكائنات التي تعيش في المياه العذبة فهي الحوذان المائي والقندس ونبات البردي والتمساح واليعسوب والضفدع. ثالثا، أكمل الجدول الذي يظهر النباتات التي لديها تكيفات مختلفة للمواطن المائية. فمن التكيفات أوراق لامعة وشمعية، تتواجد هذه عند نبات اللوتس. أما السيقان الطويلة والرقيقة فهي توجد عند نبات القصب. أما الجيوب الهوائية على الأوراق أو السيقان فتوجد عند الأعشاب البحرية. ورقة العمل الإطرائية 15، أولا ما نوع الموطن الذي يعيش فيه طائر الفلامينغو؟ هل هو السافانا أم موطن الصحراء أم المنطقة القطبية أم الموطن المائي؟ إنه الموطن المائي. ثانيا، أي من الحيوانات التالية يهاجر إلى أبعد مسافة؟ هل هو الحمار الوحشي أم الفراشة الملكية أم الحوت الأزرق أم طائر خطاف البحر؟ إنه طائر خطاف البحر. ثالثا، أي من النباتات الآتية موجودة فقط في موطن المياه المالحة؟ هل هي زهرة اللوتس أم نبات البردي أم الحوذان المائي أم الأعشاب البحرية؟ أحسنتم، إنها الأعشاب البحرية. ما سبب هجرة الفراشة الملكية من موطنها الأول أمريكا الشمالية وكندا إلى موطنها الثاني المكسيك؟ تهاجر الفراشة الملكية لتجنب فصول الشتاء الباردة في الشمال. وفي أي وقت من العام يتواجد طائر الحباري في دولة قطر؟ يتواجد في فصل الشتاء. وما هو مسار هجرة الحوت الأزرق مستعينا بالخريطة المجاورة؟ يهاجر الحوت الأزرق من شمال المحيط الهادئ إلى الجنوب بالقرب من خط الاستواء. اذكر سببين لهجرة الحيوانات. تهاجر الحيوانات لعدة أسباب، منها البحث عن الغذاء والبحث عن مناخ أفضل. وما هو مسار هجرة طائر الخطاف القطبي؟ يهاجر طائر الخطاف القطبي من القطب المتجمد الشمالي إلى القطب المتجمد الجنوبي. ويتكاثر طائر الخطاف القطبي في القطب المتجمد الشمالي.
أما نوع الموطن الذي يعيش فيه طائر الفلامينغو فيعيش طائر الفلامينغو في البحيرات والمناطق الساحلية. أمنياتي لكم أحبائي الطلبة بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.